نورز نبداو بالخبر الرابع. نحكيو على قانون خاص بكأس أوروبا اليورو من 14 جوان حتى 14 جويليا، وين باش يتم تعيين باش يتعين على الحكام الحديث خلال المباريات مع القادة بشأن قراراتهم الرئيسية، وإذا أي لاعب آخر قرب من الحكم وحكي معه فإنه باش يتم معاقبته حسب صحيفة ليكيب. حسب صحيفة ليكيب يا سفيان قال لك يقول حد على فما قرار بالحق باش يبدا يتجرب في بطولة أوروبا والاحتياطي ما يقرب حتى حد ما يقرب حتى حد الاربيتر بخلاف قائد الفريق كابيتان، والا وفما وقرار اخر اي حركه بيدو هكا جوار ما عجبوش ديريكت باش يتم يعني انذاره وضيوس البطوله نتاعنا. هم باش يجربوا تو في الاورو، باش يجربوا في الاورو يشوفوا هل باش يتم يعني باش ينجح عندهم باش ينجح باش ينجح عليهم. كان يعملوها كان يعملوها عندنا احنا ما يبقى حد في البطوله ولا انا ولا الطاقم على الخاتم كله هذوك كل احمر ودي ولا ما يتلفت الاربيتر يجي يروح وحده يا دي حوس في الترا. هي طبيعه هي عاده من عادات الكره نتاعنا انه ما يجمش يروح بركه يمشي يحكي مع الاربيتر. ايه ما نجمش كل يحطوا ديه من التالي وراه زعما يحكي معاه زعما نحكي معاك فهمتني، والاربيتر يقول له باه واخر غير واخر غير عندي فار عندي فار هم يكلموا فيا والله ثم واحد قال لي شنو عاد حتى نروح تو وليد بالحق وليد يعني كنت تفرج في المشهد هذاك والله بالحق تقول مثلا كجيت انت يا اربيتر شنو تعمل جيت انت اربيتر بالحق مثلا نفترضوا أيه. انت اربيتر أيه. وزفر ضرب جزاء وسفيان جاي يحتج عليك اي لا نحب نشوفوا كيفاش باش تصير العمليه أيه. ولكن بعد الفاصل